برفع اليد موافقة المادة التالية. المادة 60 تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح إلى نهاية المادة. وهذه المادة ليس عليها تعديلات، الموافق عليها يتفضل برفع اليد موافقة المادة التالية. مادة 61 تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسماً لا يجاوز مقدار 300,000 جنيها أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي إلى نهاية المادة. شكراً. السيدة النائب دكتور سماح سعد موجود، تفضل يا سماح. شكراً سيادة الرئيس. الحقيقة المبلغ ده قبل تعويم الجنيه ولا بعده؟ احنا دلوقتي بنقول 300,000 جنيه يساوي ايه ده يا رئيس؟ ده احنا كده يعني بنبخس بحق الدولة. لازم التصريح يبقى بحدود 1,000,000 جنيه، لكن تجديد التصريح او اي تغيير اخر يبقى 500,000 جنيه. ويا ريت يا ريس نحدد انها تبقى بالدولار، احنا عايزين نجيب عمله صعبه للبلد، لكن 300,000 جنيه ده قليل جدا يا ريس. وشكرا. شكرا. بس هو المشكله ان هذه جمعيه بتمارس عمل خيري، فبالتالي لابد من تشجيعها. سقف 1,000,000 جنيه ربما سيؤدي. اتفضلي. معلش يا ريس، احنا هنتكلم كده على الجمعيات الاهليه المصريه اللي هي الوطنيه، اللي هي بتعمل كراسي متحركه، بتجيب كراسي متحركه، بتعمل عمليات للمواطنين. لكن الجمعيات الاهليه، الجمعيات الاجنبيه دي ممكن يكون سبب يعني ان احنا الامن القومي ما يبقاش متحكمين فيه قوي. فلازم ارجو من الساده النواب اللي بيتكلموا الجلوس. اجلس يا احمد يا اباظه. ارجو كده مش ممكن. يا حسين انت واحمد اجلسوا. اتفضلي سيادة. يعني التسهيلات دي تبقى للجمعيات الاهليه الوطنيه المصريه، لكن الجمعيات الاجنبيه احنا لازم نشدد الرقابه ونشدد القيود عليها شويه يا ريس. شكرا. شكرا يا